هاي ما يعطاش قاعد اقول لك تعال قالوا رجع هاي قصص المطابخ في جنوب دمشق المحاصر نعاني هذه السنة من قلة المطابخ وعدم تلبيتها للحاجات الملحة للكثير من الأسر والعائلات الفقيرة المحاصرة في جنوبنا الدمشقي. طبعا كما ترون وتشاهدون نحن الآن في مطابخ حملات الخير الرمضانية برعاية تجمع الهدى والنور، ونقوم إن شاء الله بإعداد وتجهيز الكثير من الوجبات، أكثر من 400 وجبة إن شاء الله، من أجل توزيعها على بعض القطاعات في جنوب دمشق المحاصر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بالمحسنين والداعمين إن شاء الله، وأن يزيدوا من هذا الدعم في رمضان وبعد رمضان. مش عارف ايه